صباح الورد. من ضمن المفاجآت اللي طرحناها النهاردة لكل الناس اللي قابلناهم هو تخيل انك تصحى من النوم فتلاقي ليك اخوات من نفس سنك وانت ما تعرفش عنهم حاجة، رد فعلك هيبقى عامل ازاي؟ ويا ترى بابا ممكن يعمل كده اصلا؟ تعال نشوف. يعني ممكن مثلا تصحى من النوم يقول لك انك ليك اخوات في نفس سنك؟ مفيش الكلام ده. وارد. ازاي متجوز من ورايا يعني من ورا امي؟ لا انت عرفت، انت لسه عارف اهو. صعب، انا عارف ابويا. ما يعرفش يعمل كده. ما يعملهاش، لا لا نهاية. مش ما يعرفش، معلش في فرق بين ما يعرفش من هو شخصيا ما يعملهاش. قشطه، هعيش المود معاهم، هعملها يعني. هي حلوه من ناحيه ان انت هيبقى لك ظهر بقى وناس تانية وكده، بس وحشه من ناحيه اللي هو ازاي ابويا يعمل كده. رد فعلك هيبقى ايه؟ تعرف عليهم كويس. برافو. بس سياخدوا مني في الميروز بقى وكده. هتبقي ندمانة. لا 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 لا، احبهم احبهم، بس لو شبه احبهم قوي يعني. صعبه شويه. صعبه. في ثقه في الحاجة يعني؟ طبعا يعني. ممكن اتعرف عليهم، خليهم بقى اخواتي بجد وكده بقى، وكاننا عايشين بقالنا كتير والكلام ده. ده بجد والله؟ والله بجد. هو بابا ممكن يعمل كده اصلا؟ بس من يعني هو اساسا ابويا متجوز على امي وخلف من حد تاني. طب يا عم انا مالي. صحيت من النوم قال لك انت ليك اخوات في سنك اول مره تعرف عنهم. فيلم هندي. فيلم هندي؟ هتسيبه ولا تتفرج عليه؟ لا ممكن يكون حلم عادي يعني، مش اللي هو مشكله كبيره يعني. عادي، الموضوع سهل، مفيش مشكله. سهل يعني. هو بابا ممكن يعمل كده؟ لا مستحيل الصراحه. مستحيل. ربنا يكون سامعك. ماشي مستحيل. اهلا وسهلا. الحقيقه هيزود العيله كويس النهارده يعني. انت مش ما عندكش مشكله؟ لا ليه لا؟ ليه لا؟ مش عارف الصراحه، هتصدم اكيد. هتصدم. هو بابا ممكن يعمل كده؟ لا. ده بجد؟ لا. متأكد؟ ثقة؟ هو شايفك على فكرة؟ لا مش شايف. ما عنديش مشكلة اما اصحى الاقي اخواتي، عادي مش مشكلة يعني. اخواتي في نفس سني كمان. يا مرحبا. هو بابا ممكن يعمل كده؟ والدي الله يرحمه بقى. مش عارف، اصحى من النوم الاقي اخوات تانيين. لا كفاية اللي عندك. كفاية اللي عندك اصلا. كفاية. طب المفاجأة دي بالنسبة لك هتبقى عاملة ازاي؟ او رد فعلك هيبقى ازاي؟ مش حاجة وحشة يعني، ممكن اتعرف عليهم. عايش شوق في سلام يعني. والله اكيد. هو بابا ممكن يعمل كده؟ يعمل ايه؟ لا عندك اخوات اكيد يتجوز تاني. لا ما اعتقدش ابدا. ما يعملش كده؟ لا. ثقه ولا حاجه تانية؟ لا ثقه. هو شايفك على فكره. طب ايه يعني؟ ده جماله ده. ده جماله، نروح اي حته نعمل كل حاجه. الله. يعني ما عندكش مشكله؟ لا عادي بجد والله. اقسم بالله عادي. صباح الفل يا بابا. ممكن يعمل كده؟ لا لا بجد. لا لا يا عم، لا لا يا عم يا عم. تخيل لو صحيت من النوم ولقيت ليك اخوات من نفس سنك اول مره تعرف عنهم حاجه. يا ريت يا ريت. توأمي يعني؟ توأمك. ما عندكش مشكله؟ لا عادي. او اخوات من امي تانية؟ امي تانية؟ ما اكيد يبقوا من امي تانية عادي برضه. برضه ما عندكش مشكله؟ امي يكون توأمي ونفس الشكل وطولي وكده يعني. احنا الاثنين الشرطه اتقسمت نصين. هتعيش الحياه وتستمر وكل حاجه. ده بيفيد وكل حاجه. هتبقى حاجه غريبه جدا. غريبه ولا صعبه؟ هي صعبه وغريبه الاثنين مع بعض. انت هتقبل؟ لا. عايز تفكير شويه. يعني هتفكر كام سنه مثلا؟ لا ممكن افكر مثلا يعني، لازم استوعب الموضوع الاول ان هي هتبقى زي فاهم انت، شوك كده صدمه. هنتاقلم على الموضوع بجد. ولا انت جميله قوي. لا انا مش هتاقلم. هتعمل ايه بقى؟ لا يا بابا لا، انت اتجوزت ليه؟ ما تقولش ليه. صباح الفل حبيبي. صباح الجمال. صباح النور. صباح الفل حبيبي. صباح النور. صباح الفل. صباح النور. صباح الجمال. صباح النور.